من جهتها أيضا شركة أركوديم خلال مشاركتها في صالون باتيماتيك لهذه السنة عرضت آخر منتجاتها في مجال التسخين، حيث أعلنت عن بداية تسويق منتج جديد متمثل في سخان ماء آمن يشتغل بالكهرباء عوض الغاز. أبينا إلى أن نشارك زبائننا الكرام في هذا المعرض باش نقدموا له ونعرفوه بالمنتوج تاعنا ولو أنه غني على التعريف. الحمد لله كان إقبال كبير وكبير للمواطنين والمؤسسات، بنينا علاقات جدد، عرفنا بالمنتوج تاعنا، كانوا راضيين إلى حد ما، وحنا في الخدمة يعني دائما. المؤسسة راهي 22 سنة من الخبرة، أركوديم الممثل والموزع الحصري لعالم ميديا في الجزائر. الحمد لله المنتوج يهضر على روحه، كما شفتوا هنا ولاحظتوا المواطنين والمؤسسات كامل فرحوا بالمنتوج وشافوه. حبيت برك نشير الحاجه انه منتوج مليح نركزوا عليه، اللي هو الكوميليس سخان الماء. كما تعرفوا كان الموديل القديم سخان الماء اللي يمشي بالغاز طبيعي مع الاخطار تاعو اللي يكونوا فيه. المسؤولين تاع المؤسسة خموا في الزبون، جابوا هذا الموديل آمن، احنا نسميوه البديل الآمن تاع الشوف ماء مسخن الماء، اللي هو يمشي بالتريسيتي وما فيهش أخطار أخرى والسعر في المتناول. يعني لقينا تجاوب كبير للمؤسسات والله المواطنين.